خطوات صيانة شاحن الموبايل، وكمان ازاي بنفك الشاحن الخاص بالموبايل، ده اللي هنشوفه في الفيديو ده. تابعوا معنا الحلقة دي حتى النهاية. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بصحه كويسه واحسن حال. النهارده ان شاء الله باذن الله هنعمل صيانه كامله لشاحن الموبايل بالطريقه الصحيحه. تعالوا بينا نتعرف على الطريقه خطوه بخطوه، تابعوا معنا الحلقه دي حتى النهايه. الخطوه الاولانيه اننا هنقوم بفك شاحن الموبايل بالطريقه اللي قدام حضرتك. طبعا في بعض الشواحن التانية وخصوصا الشواحن الأصلية بنستخدم تنر أو بنزين علشان نقوم بعملية فك رأس الشاحن. بمجرد ما قمنا بعملية فك الرأس الخاصة بالشاحن لاحظنا مكثف منتفخ بالشكل قدام حضرتك. كل اللي محتاجين نعمله اننا هنغير المكثف ده بنفس الفولت ونفس القيمة. بعد كده هنبدأ نركب المكثف الجديد ونقيس الشاحن ونتأكد ان الشاحن تم اصلاحه. طبعا بامكانك استخدام مكثف نفس القيمة ونفس الفولت، ولكن بامكانك ايضا استخدام مكثف بنفس القيمة فولت اعلى شوية، ولكن يفضل يكون الفولت قريب من الفولت الاصلي علشان حجم المكثف ما يكونش الحجم الكبير، وبالتالي ما نقدرش نركبه على البوردة. بعد كده بنقفل راس الشاحن بالطريقة اللي قدام حضرتك، وبعدين بنجربه على الموبايل علشان نتأكد ان المشكلة اتحلت. وبكده نكون حلينا المشكلة بالطريقة الصحيحة. في نهاية الفيديو اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى الناس تشارك الفيديو مع اصدقائها حتى تعم الفائدة على الجميع. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.